ابو نايف، مباراه في ظاهرها انه سهله، لكن ايضا الهلال يعاني من غيابات حاليا. كيف شايف المباراه بالنسبه بكره لفريق الهلال؟ انا اتوقع وجود ان خسوس في المباريات هذه والمباريات اللي قبلها هو يفكر بس انه يطلع باقل، يعني بفوز باقل مجهود، لانه ما يبغى يدخل في عمليه الاصابات العضليه اللي تجي عنده. لذلك انت لو اضرب لك مقارنه بس بين مباراه النادي مع الاهلي، نادي الهلال مع الاهلي، وكميه الضغط العالي اللي عمله، وتشوف مباراته مع الفتح لما لعب ضغط متوسط بدا يشتغل على التحولات هذه. الناس تعتقد تقول والله مو هذا الهلال، بالتاكيد هو جالس يدير حتى المخزون اللياقي اللي عند اللاعبين، المخزون البدني، بالتاكيد ما يبغى يلعب مباريات ضغط عالي ورا بعض. احسن لذلك حتى النصر، انت لو تشوفه في مباراه نفس الحكايه في مباراه الخليج، تلاقيه مستلم الكوره دفاعيا اساسا بالتمريرات الكثيره. يعني لذلك الفريق في بعض فلسفه المدربين تلاقي انا لما ابغى دافع ابغى اصير الكوره معي مستحوذ فيها كثير، فهو ما يبغى يخسر لاعبين زياده عن كذا. هو اليوم ان شاء الله يقوم لاعب بسلامه، سافيتش اصابه، نيمار عنده صارت اصابه، عنده هو مشاركات، الفريق هذا بعد سفر الان الفريق الهندي بالتاكيد راح يعطيك اقوى ما عنده. الهلال جالس يفكر الان اني اطلع باقل، زي ما قلت لك انا، ما في اصابات، ما في اجهاد، ونخلصها بثلاث نقاط. مين بالقضيه قضيه اني بجيب نقاط كثيره، اساس ابدا انا في عمليه اداره المباريات. نعم، القضيه مش اهداف كثيره. احسنت، ابدا انا بس ثلاث نقاط، وابدا انا كيف انتقل من اسيا الى الدوري الى الكاس، وان شاء الله يحقق المأمول.